تضحكوا علي، أنا السبب في كل اللي بيحصل لكم. أنا عارف يا هبة إنك أختي، وعارف إنك ما عملتيش حاجة. أنا ما أعرفش اللي حصل لي في المستشفى، مش عارف أنا قلت إيه ولا عملت إيه. حقك عليا. حصل خير يا صابر، المهم نطمن على ما حصل. أنا مسامحاك. مسامحاني برضه؟ وعينك اللي عاملة زي الجمر من كتر الدموع. خليها براحتها يا صابر، هي شوية وهتبقى كويسة. هو اللي بيحصل ده مش طبيعي برضه يا صابر. البيت ده طول عمره عمران بأهل بيته، فجأة كده خالة الله يرحمه، وبعدين عز، وبعدين مرات خالي.